في سبيل مطالعة مطبوعات ومخطوطات التي أنا بحاجة إليها، الظاهر أنني أجهدت نفسي أكثر من اللازم. شعرت أنه في بصري نقطة سوداء، إذا نظرت إلى الجدار أراها تنطبع في الجدار وتروح وتجي. لما عرضت حالي على الطبيب المختص وسح الجلسة، سماها هاي بالذبابة الطائرة، سبحان الله. وقال لي هذا، بعد ما سألني شو بشتغل قلت له ساعاتي، قال هذا أمر طبيعي لأنه ساعاتي يستعمل دائما النظارة خاصة بالعين اليمنى. قلت له زيادة على هذا، فأنا عندي شغف المطالعة والقراءة خاصة بالمخطوطات. فأعطاني قطرات ونصحني بترك العمل مطلقا، سواء في تصحيح الساعات أو القراءة والمطالعة، 6 أشهر. فلذلك لما الطبيب المختص بالعيون نصحني بأن أدع العمل في تصحيح الساعات والقراءة والمطالعة لمدة 6 أشهر، صممت أن أتجاوب معه، لكن طبيعة عملي لا يسمح لي بأن أغلق الدكان، لأنه بيكون في ناس لهم ساعات ولهم مواعيد يأخذوها، فلا بد من فتح الدكان لإما أسلم الساعات المنتهية أو أكمل الساعات التي أعطيت وعد لتصحيحها، ثم لا أستقبل ساعات من جديد. ولذلك أنا فتحت دكان وجلست أنتظر زبون من هؤلاء الزبائن وبس. مضى أسبوع أسبوعين، يقول أنا بالشام بدأ الفار يتحرك فيه، هاي تعبير سوري يعني بدأ الملل يتسرب إليه. شو بعد من جدران 4 سنين في طال كمان خلود، لا قراءة لا مطالعة ولا شغل ولا عمل. وكما يقال الحاجة أم الاختراع، بدأ العقل يشتغل ما يجول. فتذكرت أنه في المكتب الظاهري رسالة للحافظ ابن أبي الدنيا اسمها ذم الملاهي، وكنت أتمنى لو يتاح لي نسخها ثم تحقيقها والتعليق عليها ونشرها. لما رأيت يعني التفات الناس واهتمامهم بالملاهي وآلات الطرب وعدم مبالاتهم بحرمتها، تذكرت هذه الرسالة، فقلت في نفسي ما دام أنت الآن في دورة استراحة، تكلف الخطاط فلان الذي هو كان يجلس أحيانا في المكتب الظاهري، خليه ينسخ لك الرسالة المخطوطة. وأنت بيكون مضى يعني زمن استرحت فيه، تبدأ شوي شوي بتقارش في البحث والتحقيق. فعلا لما قررت هذا ذهبت المكتب الظاهري واستخرجت الرسالة المخطوطة، هي في مجموعة. المكتب الظاهري قسم يسمى بالمجاميع، الكتب كالمطبوعات ترتب على العلوم، الحديث، التفسير، الفقه، التاريخ، السيرة إلى آخره. وهكذا أيضا المخطوطات مقسومة هذه الأقسام، لكن يشذ عن هذا التقسيم قسم سموه المجاميع، وهي عبارة عن مجلدات جمعت من الرسائل مختلفة المواضيع والأوراق والقياس والخط مجموعة. فبتلاقي رسالة مثلا قد الكف، بتلاقي جنبها رسالة أكبر، في وراء أصفر، في وراء أخضر، في أحمر، لا أخر كشكول، يعني اسمه مجموعة. يوجد في المكتب الظاهري أكثر من 150 مجموعة،
فقط، هذه عنوان المجاميع. فطلعت الرسالة في مجموعة من المجاميع وقلت له من هول لهول تنسخ لي الرسالة هذه، ما يكبر عبارة عن كراس يعني 20 ورقة. وتركت الرسالة عنده يذهب النسخ ورجعت لدكاني. بعد أيام من بدء بالعمل بيجي لعندي بيقول لي أن الرسالة اللي بدأ فيها نقص، كان وصل للوسط ففي الوسط في نقص. رحت على مكتب الضالية درست الرسالة فعلا فيها نقص. إذا تابع النسخ أشوف شو الله عز وجل بيخلي. خلصت الرسالة، المضى طبعا يمكن شهرين ثلاثة ما أذكر بالضبط. بدأت أنا برجع لإيش؟ لعادتي، وما استطعت نفذ المسافة كلها لوضع رياض طبيعي 6 أشهر يعني. صرت أفكر بهالورقة الضايعة وين صفيانة، يمكن هيك بحدث نفسي بنفسي باعتبار أن الرسائل كانت رسائل اجوا بعض الناس قديما جمعوها ليحفظوها فجمعوها في مجلد او في مجلدات، يمكن المجلد رجل يعني متسبب صاحب مهنة صنعة ما هو عالم ولا عنده الاهتمام بالحفظ الكنز الثمين، يمكن في أثناء التجيل سقطت ورقة ما بالا فيها ما رفعها أو رفعها حطها في إيش حتى في مجموعة ثانية. فإذا شو العمل؟ لابد ما تدرس 150 مجلد تطلبهم الرسائل تشوف فيها، يمكن تلاقي الورقة المفروضة في مجموع آخر. وهكذا فتح أمامي ما كان في خاطري إطلاقا. القصة طويلة ما لنا فيها، خلاص من 150 مجلد وزيادة وما حصلت الورقة المفقودة. لعله بقى موجود في قسم الحديث لعله. المهم أتيت على المخطوطات اللي موجودة في المكتبة الظاهرية وهي أكثر من 10,000 مخطوطة. وربنا عز وجل يسر لي الطريق، لأنه النظام المتبع في المكاتب كلها بتقدم استمارة بسموها يعني ورقة بتملي الفراغات تبعها بتحط اسمك تاريخ الطلب تبعته للمدير المسؤول أو المراقب هداك بدوره بيعطيه للموظف اللي بيجي بالكتب، تاخد وقت يعني. ربنا عز وجل أنا ما هدي سبيل، صرت أدخل المكتبة كلها حط السلم وأخذ الكتاب وأدرسه أنا على السلم، لأنه شو دراسة قلب صفحات يعني. وبهذه الطريقة مريت على كل الكتب. لكن هون بقى تفتح معي قضية تانية، صرت أكتب أسماء الكتب اللي تمر. في أثناء التفتيش هذا خلصت من ال10,000 وما وجدت الضالة المنشودة. في عندهم بيسموهن الدست، يعني خزائن ملقى فيها أنواع من الأوراق من الكتب المخطوطة ضايعة وحاطينها كتراث يعني بيحفظوا عليه. قلت للموظف أرجوك أنك تدلني وين هذه الأوراق، فصرت وأنا أقلب الأوراق هون الشاهد، فوجدت هناك رسائل بكاملها ملحوشة هناك ومش مذكورة في الفارس تبع المكتبة. وأعظم شيء وجدته في الكراس هذا، في عنا في المكتبة الظاهرية نسختين من كتاب مسند الشهاب القضاعي وكلتا النسختين ناقصة،
واحدة خط عادي وأخرى خط مغربي جميل جدا جدا ومخدوم من علماء الحديث، وفي هوامش مكتوب بخط أحد الحفاظ ضعيف موضوع وهكذا أشياء. النسخة المغربية موجودة في المكتبة الظاهرية ناقص الكراس الأول، ولأنه الكراس الأول ناقص مش معروف الكتاب شو هو، بينما النسخة الثانية اللي هي بخط مشرقي معروفة لأنه كاملة في أولها ناقص في وسطها. وإذا أنا بجد الكراس المتمم للنسخة المغربية الموجودة عندهم مش معروف شو، بقول لك جزء ناقص الأول في الحديث لأنه أسانيد وأحاديث، أما شو هو الكتاب ما بيعرفه. وإذا أنا أجد الكراس المتمم للكتاب بتمامه وكامله، فأجيت لعند المدير المسؤول عن المخطوطات قل له تفضل هاي الكتاب اللي عندكم وهي اسمه في الفارس جزء في الحديث وهي كمالته مسند الشهاب خط يمين جدا مغربي. فأنا التاريخ وبيان الواقع كتب استخرجه من الدست محمد ناصري أصبر. إجا دور بقى صاحبنا حمدي هذا السلفي عبد المجيد، فالله وفق وأخذ صور منها. هذا جهد لو كلف موظفون وأعطوا معاشات رتيبة ما بيقوموا بهذا العمل إطلاقا، لكن إنسان ربنا عز وجل يعني يسر له هذا العمل وفطره على يعني نشاط ورغبة ملحة، أوجد أشياء كانت مفقودة في المكتبة الظاهرية مش موجودة في فارس. ولا حمدا ولا شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والحمد لله.